مساء الخير يا دكتور سمير. مساء النور. انا عايزك تفهم حاجه، انا راجل قوي، راجل قوي. اهدى بس، اهدى كده، اهدى. يا انا من شكل وشك كده واضح ان انجي مغلباك. انت عارف انجي كانت زمان بتغلبني وهي صاحيه، ودلوقتي بتغلبني وهي صاحيه وبتشرمني وهي نايمه. تشرمك؟ ده احنا كده داخلين في شرم الشيخ. انت عارف امبارح بس رزعتني تلات اقلام. تلات اقلام بس؟ اتنين فوق والتالت براحتها بقى. يعني ما كانش فيه بنيات؟ وانا بحكي لك ماتش مصارعه. الحمد لله. الحمد لله ايه؟ الحمد لله اني بنضرب. لا، ان انا مش لوحدي بس اللي بنضرب. ايه ده؟ هي رجاء بتعمل فيك كده؟ شوف يا علوة، انا اكتشفت من خبرتي الطويله مع النساء كدكتور امراض نساء وخصوبه واطفال انابيب، الكوليكشن دي كلها، ان دي عاده اصيله في الستات، ثلاث ارباع الستات مش كلهم عشان ما نظلمش حد. لان الست بالليل لما تروح تنام جنب جوزها في السرير بتنام وهي عندها عشم. عندها عشم في حاجات كثيره، يو نو. فلما تلاقي نفسها فجاه هتاخد زومبا، يعني الليله مطينه الطين، تنقلب على جوزها بقى إلام شلاليه، تبقى الليله كده بايظه. ايه ده؟ يعني رجاء بتضربك هي كمان؟ لا تفكرني، هي مش رجاء، مش بتضرب، لا لا لا، بتقعد وبتقعد في حتت غريبه. او لا مش هنا، تقولي لا هنا. يعني بتعمل فيك ايه؟ بس غاوية شلاليت. شلاليت؟ غاوية شلاليت. سواء خدت حقها او ما خدتش حقها، ده انيل لو خدت حقها من الفرح. شلاليت وبنيات. تفقعني الشلوت وانا نايم جنبها، اقوم الاقي نفسي نايم في التواليت. اصل دي ورجليها كبيره. رجليها كبيره بس كل حاجه فيها كبيره. وانا اللي كنت فاكر انجي هي اللي بتحب كده، ده طلعوا كلهم بيحبوا الضرب. لا، واصلي رجاء 3 اكس لارج فظيعه. لا قوه الا بالله. طب ودي عامل لها ايه دي يا دكتور؟ انا شايف ان الراجل لازم يحتوي الانثى بتاعته. ودي احتويها ازاي دي؟ اركب لها صدادات؟ ركب لها، بس اذا لقيت صدادات اكس لارج من اس رجاء هتلاقي 4. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.